أظهرت دراسة نشرتها مجلة دلانست الطبية اليوم أن أكثر من 800 فرد من أفراد الطواقم الطبية العاملة في سوريا قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا. كما أظهرت الدراسة أن استهداف المنشآت الطبية قد تضاعف عام 2016 مع دخول روسيا إلى جانب نظام الأسد في قصف القرى والبلدات، ما جعل العام 2016 الأكثر دموية حتى اليوم. كان ولا يزال استهداف القطاع الصحي والفرق الطبية هدفا للحرب والقصف الممنهج في سوريا، حيث استهدف نظام الأسد الأطباء خاصة فلاحقهم واعتقلهم، وهنالك توثيقات عديدة تؤكد قتل كثير منهم تحت التعذيب. مع مرور 6 سنوات على بدء الثورة في سوريا، نشرت دورية لانست الطبية دراسة قالت فيها أن السنة الماضية كانت الأخطر على العاملين في مجال الصحة في سوريا، مع تعرضهم لكثير من الهجمات من بينها القتل والسجن والخطف والتعذيب. واعتمدت الدراسة على مصادر كثيرة لتقويم تأثير الحرب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والقطاع الصحي، وخلصت الدراسة إلى ما وصفته بأن الرعاية الصحية في سوريا تحولت إلى سلاح في الحرب تستخدم ضد من يحتاجون إليها بحرمانهم منها. وقدرت الدراسة أن 814 عاملاً في المجال الطبي قتلوا في المدة بين مارس آذار 2011 وفبراير شباط السنة الجارية. وقال باحثون إن هنالك ما يقرب من 200 هجوم على المراكز الصحية السنة الماضية، مؤكدين أن الهجوم المتكرر على المنشآت الصحية بهدف إغلاقها أحد الملامح الرئيسة لتحويل الرعاية الصحية إلى سلاح في الحرب. وزادت الهجمات على المستشفيات والمنشآت الصحية إلى ما يقدر بنحو 199 هجوماً السنة الماضية، بعد أن كان عددها يزيد على 90 هجوماً في عام 2012. ووجدت الدراسة أن مستشفى كفر زيتا في محافظة حماة قصف 33 مرة منذ سنة 2014، من بينها 6 مرات هذه السنة، وقصف مستشفى تحت الأرض في شرق حلب 19 مرة في 3 سنوات، ودمر في أكتوبر تشرين الأول السنة الماضية. وفي ختام الدراسة دعا الباحثون إلى تحرك عاجل، لا سيما منظمة الصحة العالمية، مطالبين بتشريعات وطنية ودولية أقوى لحماية العاملين في الرعاية الصحية في مناطق الصراع. حول الموضوع تنضم لنا مباشرة عبر الهاتف من عمان ميرلا حديب، مسؤولة التنسيق الإعلامي للأزمة السورية في منظمة أطباء بلا حدود. سيدة ميرلا مساء الخير، أهلا بك معنا. على مدى 6 سنوات، على مدى الثورة السورية، ما هو عدد المنشآت المدعومة من قبلكم التي تم استهدافها؟ وهل لازال هناك إلى حد الآن عدد من المنشآت الطبية التي تعمل؟ وما هي قدراتها المتوفرة إلى حد الآن؟ شكرا لك. ليس هناك عدد محدد، ولكن استهداف المنشآت الصحية في سوريا يحدث بوتيرة كبيرة، ويقدر بأنه نحو 60% من جميع المستشفيات في سوريا، إنها إما تعرضت لضرر شديد أو دمرت بالكامل، إن في القصف الجوي والبري المتكرر لهذه المرافق الصحية والمدنية كالمدارس والأسواق. وهو عمل غير مقبول على الإطلاق، سواء كانت هذه الهجمات يعني عشوائية أو مقصودة. ومن الواضح أن أطراف القتال لا تتخذ أي إجراء وقائي لتجنب وقوع الخسائر في صفوف المدنيين. نعم. طيب سيدة ميرلا، يعني بعد استهداف المنشآت الطبية، بعد خروج عدد من هذه المنشآت الطبية والمراكز الطبية المدعومة من قبلكم عن العمل، وعدم قدرتها على تلبية حاجيات المرضى المحتاجين الجرحى ما إلى ذلك، هل يتم توفير البديل الطبي؟ وكم من الوقت يستغرق ذلك؟ يعني الحقيقة يعني استهداف مستشفى يعني يكون له يعني تبعات كبيرة، ويعني أكفت الأزمة في سوريا التي طال أمدها على النظام الصحي في سوريا بثقلها، وخلقت ورائها ملايين السوريين الذين هم بحاجة عاجلة لخدمات الرعاية الصحية. وبصراحة بسبب المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، فقد غادر الكثيرون من الأطباء والممرضين إلى خارج سوريا، هذه الهجرة نتجت عن نقص شديد في الكوادر الطبية المدربة ذات الخبرة بنظام الرعاية الصحية والمعدات الطبية الملائمة والأدوية الأساسية والتمويل اللازم. ونحن ندعم
يعني نحاول أن ندعم وأن يعني طيب في هذه الحالة تعتمدون على الكوادر الطبية المحلية وتدعمون الكوادر الطبية المحلية؟ نعم، نحن ندعم يعني الكوادر الطبية المحلية، وتتألف مشاريع الدعم التي يعني تديرها منظمة أطباء بلا حدود قدرات محلية، وهي يعني يتم تطويرها بتعاون وثيق مع طيب الشبكات الطبية السورية. سيدة ميرلا، طيب القدرة على توفير حماية للكوادر الطبية العاملة في الداخل السوري، ما مدى هذه القدرة باختصار؟ إن القصف الجوي والبري يعني المتكرر لهكذا مرافق يعني هذا يدعونا أن يعني أن نقول لمجموعة الدول النافذة المشاركة في النزاع السوري، واللي تضم 4 دول من أصل 5 من مجلس الأمن الدولي، أن تحترم القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوتت عليها بالإجماع من قبل يعني للمحافظة على قدسية المرافق الطبية خلال الحروب. نعم، شكرا لك ميرلا حديب، مسؤولة الاتصال في منظمة أطباء بلا حدود لشؤون سوريا، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من عمان.